لما نعطي هذا المال عطي هذا المال لجل يرزق منه، هو ياخذ نصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني اللي بيجي معاني، يبقى منه دعم ولا يبقى منه اخذ باليد. هذا صحيح. ما أريد من هذا الشعب إلا أن يزيد في الحمد والشكر لله عز وجل، ويزيد من محبة الوطن، ويزيد من العمل ومضاعفة العمل لما يسعى فيه من خير له وللدولة والأهل.